متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، والتي نبدأها بالأحوال الجوية المتوقعة خلال ساعات نهار هذا اليوم، إذ تبقى بعض مناطق غرب المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة تتمثل باحتمالية لهطول زخات رعدية من الأمطار في المناطق الساحلية الغربية من المملكة بما فيها أيضا مدينة جدة، في حين تبقى الأجواء مستقرة تماما في المنطقة الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية بالإضافة إلى المناطق الشمالية الغربية من المملكة. هناك أحوال جوية غير مستقرة أقل حدة تكون في مناطق ما بين تقريبا المنطقة الغربية الوسطى والمنطقة الشمالية مرورا بمناطق مثل حائل والقصيم، في حين تكون أيضا أجواء غير مستقرة في جبال جنوب غرب المملكة، والفرص مهيئة لأن تشهد هناك زخات رعدية من الأمطار أحيانا. تكون درجات الحرارة كالتالي: في تبوك 26 درجة مئوية، أما في جدة 35 في ساعات النهار، 24 في جبال جنوب غرب المملكة، 31 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 32 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والدمام أو 33 و23 درجة مئوية في المنطقة الشمالية. بالنسبة ليوم الاثنين تزداد حدة الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الشمالية من المملكة وصولا إلى حائل وأجزاء من القصيم ومناطق الحدود الشمالية على وجه التحديد. هذه المناطق تتوقع أن تشهد بها زخات رعدية من الأمطار تكون أحيانا غزيرة في بعض الأنحاء، وتسجل درجة حرارة 21 درجة مئوية في تلك المناطق. تكون في تبوك 25 مع أجواء إجمالا مستقرة. تستقر الأجواء في جدة مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة تكون 36 درجة مئوية. أما في جبال جنوب غرب المملكة فتكون الفرصة متاحة لأن تشهد بعض أيضا من الزخات الرعدية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر، وتكون العظمى 24 درجة مئوية، في العاصمة الرياض 31 أجواء مستقرة تماما، والمنطقة الشرقية كذلك أمر 33 درجة مئوية مع ظهور لبعض السحب غير الممطرة. يوم الثلاثاء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تستقر قيل الأجواء بالمقارنة عما كانت على يوم الاثنين. الأجواء تكون مشمسة في المنطقة الوسطى 32 درجة مئوية مثلا في العاصمة الرياض، 33 في الدمام والمنطقة الشرقية، 34 في جدة، وتكون 25 في تبوك، 22 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، و24 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع بقاء الفرص مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار هناك وفي تلك المنطقة وبعض المناطق المحدودة الأخرى التي يمكنكم الاطلاع عليها عبر تطبيق طقس العرب. يوم الأربعاء يكون الطقس بشكل عام مستقر في المنطقة الوسطى والشرقية، 33 درجة مئوية في تلك المنطقتين بما فيها العاصمة الرياض، 25 في تبوك، أما في جدة 34 درجة مئوية، 25 في جبال جنوب غرب المملكة، 22 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، وهناك بعض المناطق في الحدود الشمالية ربما تكون مهيئة لزخات من الأمطار قد تكون أيضا رعدية. يوم الخميس تتجدد الأحوال الجوية غير المستقرة في المناطق الشمالية من المملكة مرورا بمناطق مثل الجوف وأيضا مناطق الحدود الشمالية، وربما تصل أجزاء من حفر الباطن أيضا بالإضافة للمناطق الشمالية من حائل، إنما المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الشرقية الأجواء بها مستقرة تماما. درجات الحرارة تكون كالتالي: 26 درجة مئوية في تبوك، و34 على المنطقة الغربية بما فيها جدة، 25 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، 32 في الرياض، 31 في المنطقة الشرقية، 22 درجة مئوية في المنطقة الشمالية. نختم هذا الأسبوع بيوم الجمعة، توقعاتنا بأن يستقر الطقس من جديد، تكون درجات الحرارة متراوحة بين 30 إلى 32 درجة مئوية شمالا، 21 27 في تبوك، 33 في جدة، و25 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع احتمالية لهطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار في جبال جنوب غرب المملكة. إجمالا هذا الأسبوع أسبوع متقلب يحتوي على حالات من عدم الاستقرار بشكل متتالي وهو متغير من ناحية التنبؤات. إذا ندعوكم أن تتابعوا موقعنا طقس العرب arabiaweather.com أو حتى زيارة يعني أو تحميل تطبيقنا طقس العرب أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة التي يتوقع أن تستقبل بها بعض المناطق أولى بشائر هذا الموسم من أمطار خاصة في المناطق الشمالية من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.